هكذا بدا المشهد وهو لم ينتهي بعد. حركة لأزيد من 2,085,000 يقل العدد أو يزيد، المهم بلغ الحجيج ما هو الأفئدة. هنا وحيث اعتبر يومهم هذا الأكبر ومن على جبل توشح البياض، ترك هؤلاء بصمة الحج ورسالتهم فيه دعوات أن يتغير الحال إلى ما هو أفضل. الصلاح في الدين والصلاح في البلاد والعباد. انصر الشعوب العربية كلها يا رب، الدين والإسلام يا رب. الحمد لله بذكرة الله والإسلام، الحمد لله ربنا تم علينا بالإيمان والإسلام يا رب، ربنا ينصرهم يا رب. تعاقب عليهم النهار والليل وهم يواصلون موسم حج جديد في أجواء العيد هذه المرة، وبين هذه الجموع آلاف ممن يعيشونه حجا وعيدا بظروف مغايرة في لحظاته وتفاصيله عن سابقيه. أن يسود السلام والرخاء في كل بلادنا العربية، وأن يتوقف الحروب هذه التي دمرت أهلنا، وأن يرجع الوطن العربي كما كان من قبل. رب العالمين قادر على كل شيء، أنه يعيد سوريا كما كانت ويرجع الشعب بأمن وأمان، والأمة الإسلامية عامة إن شاء الله تكون بخير. أنا رحت حجيت ودعيت للعرب كلهم مسلمين ومصريين. من كل فج عميق هؤلاء مشتركون في الفرحة والسرور لأنهم هنا في بلد الله الحرام. 107 جنسيات يكملون الحجة، فيهم من نغصت فرحتهم بالعيد، ثقوب سوداء تجر شباب أوطانهم إلى محارق الموت، وفي الأضحى يتطلعون إلى تلاقي القلوب بدلا من تنافرها. مفد اليوم على الحرة مصطفى سكحال، إلى المشاعر المقدسة، منى.